Okay, good evening. This is lesson number 14 from our course, and we are going to continue with adjectives that describe people. طبعا هي وظيفتي كانت امبارح او اخر درس اخذناه كانت عن هالكلمات هي اللي على ابي بصف الشخصيات. فاطمه عم تسمعيني؟ نعم بس ما أسمعك. اوكي سديل هلو. هلو نعم. او شك سكي على الطريق. اوكي نو بروبلم. اوكي اوكي ناو ليتس موف تو اي ويل ريد ذا ووردز اجين. اوكي لحار الكلمات مره ثانيه مشان كمان يصير في نوع من التركيز على اللفظ. امبيشس، امبيشس يعني طموح، شخص طموح. امبيشس، اميوزنج ممتع، اميوزنج ممتع. كيرلس غير مبالي، كيرلس غير مبالي. كوشس، كوشس يعني حذر، حذر. بتيجي كمان مع كيرفول كمان نفس المعنى. تشيرفول مرح او مبهج. جريدي، جريدي يعني طماع. هيلثي، هيلثي يعني صحي او شخص لديه صحه جيده. اوردينري عادي، شيء عادي. اوت جوينج شخص بحب الطلعه. بولايت مهذب. سيريوس جدي. سليم، سليم يعني رشيق او رشيقه حسب. تول طويل. ويلثي، ويلثي يعني فاحش الثراء او غني جدا. طيب لنشوف نمبر 1. بنبلش بيزن نمبر 1. اوكي هلا انا ما حليتهم بس رح احاول يعني. My girlfriend likes to do sport and eat wait wait girlfriend 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 like likes to do sport and eat fresh vegetables. vegetables. She doesn't smoke, so I guess she is a very person healthy. Very good, healthy, very good. Now شخص for no صحي. yes, لديه صحة جيدة, healthy person because she eats fresh, she does sports and she eats fresh vegetables. So she is a healthy person. Okay. Now for number two, who is going to do number two? I think let's go with either Fatima or Sadil. أنا Okay. هلا I'm using هي الطماع صح؟ Yeah. Okay. I'm using people always want more No, no, and no, more. no, no, no. Amusing is not طماع. Amusing ممتع. I'm sorry, I didn't hear you. كريبي أظن. شو هي الكلمة؟ حدا عفوا بتذكر؟ سبيل حدا بتذكر؟ كريبي not greedy. عم تغلبط بين البي والدي يا زلمة. عفوا اوكي جريدي تمام جريدي greed طماع. فهي اللي وصف اوكي الاشخاص مش عارفة كيف الطماعين. Yeah, sure. So اوكي I will write number two greedy. Okay, greedy. Just اوكي wait. Wait just a sec. Greedy, طماع. Greedy people always want more and more. دائما يريدون الأشياء أكثر وأكثر. They are never satisfied. Satisfied يعني أو يكتفون كانوا مش مكتفين مكتفين. برافو برافو. With what they have. مما لديهم. Okay. اوكي Now وصلت let's move to number three لا لا with مشكلة عادي Fatima. Go ahead. أستاذ أنا ما حليت يعني تفضل جربي جربي. أنا اسمع بعرف أفهم منك يعني ما أعطيت هالوظيفة أنا على فكرة، بس يلا بلا مشكلة. حطيت وظيفة بس ما فهمتها يعني ما حليتها ما فهمتيها أبداً؟ مش ما فهمتها بالضبط بس أنا يعني في درس قبل يعني قبل هذا قبل ما تعطي الوظيفة في أشياء معينة ما فهمتها فأنا أصلا كنت حابة أسألك عنها يعني اوكي فما يعني ما أجيت للوظيفة وأنا مش فاهمة يعني في أشياء معينة قبلها اوكي لا هي لها علاقه بالمعنى، المعنى الجملي. فهمتي كيف؟ يعني معنى إيه الكلمات بعد يعني الموجوده. هي كلمات جداد ويعني جملة كلها بتقرأها وتعرف معناها وبعدها تحل على حسب كل كلمة ومعناها ما طيب ما بس استخدمتي مترجم؟
لا أصلا ما راح أكتب، يعني ما أجيت للوظيفة أبدا، لأني بصراحة كملت وقتي يعني براجع للامتحان، وبالنسبة للوصف لدروس الوصف وهذا ما أجيت، ما يعني ما قرأت أبدا. اوكي نو بروبلم فاطمه. اوكي since she has gone on a diet. بس ده ركزوا على الجمل، كتير كتير مهمه. طبعا بتفيد كتير. since she has gone on a diet يعني هي منذ ان اتبعت حميه. اوكي يعني معنى هالجمله هي اتبعت حميه. او مثلا انت ممكن تقول I am on a diet. اذا انت قلت هالجمله I am on a diet، المعنى انه انا عم اتبع حميه، حميه غذائيه. اوكي طبعا نحن بالعربي بنقول والله عامل دايت. يعني نفس الموضوع، يعني هن جايبينها من so I am on a diet. فهون she has gone on a diet، يعني هي عملت او راحت لحميه غذائيه. and lost 10 kilograms، وخسرت 10 كيلوغرام. she has become أستاذ a هون الكيلوغرامز ليه ما استخدمنا اس؟ ليش ما استخدمناها جمع؟ كيلوغرام. اوكي هي هون مظبوط كلامك، بس هي الاشاره الاختصار كي جي. بس وقت لنا نقولها نحن، وقت ما نقراها ما لازم نقولها بالجمع كيلوغرامز. هي ايش بدك تقولها بالجمع كيلوغرامز، اوكي فهمت علي؟ اوكي مثل على سبيل المثال، طب اذا كتبت لك 20 ام، هي اختصار لشو هي؟ 20 متر. ايه او بس لا 20 مايلز، كاختصار 20 ما ذكروا. مترز، يعني فهمت علي كيف؟ ما هي اختصار، فهمت علي كيف؟ اذا اوكي اوكي since she has gone on a diet and lost 10 kilograms she has become a young lady. طيب طيب امرأة شابة، ما هي عملت دايت وشو صارت حسب الكلمات الموجودة فوق. طبعا انا عم ترجمهم سليم. اكزاكتلي سليم، سليم يعني رشيقة، لانه هي خسرت 10 كيلوغرامز. Okay, now I will move to Yazan. I guess here I'm gonna actually read this one for you, اوكي مشان save time. And my sister is not very فراغ. Okay, المعنى ما مكتمل هون، نشوف المعنى الثاني بالجملة الثانية. She never goes to parties. يعني هي أبدا لا تذهب لحفلات. And doesn't like to meet people. Ah, I love her. Number four, she is my hero. ما يتمثلني. لا, she actually I am the one who doesn't like to meet people. Okay. Let's move to number four. طيب إذا هي ما بتحب تقابل الأشخاص، outgoing بظن، برافو outgoing. برافو، إن هي مانا شخص outgoing، لأنه في عندك نفي، مانا outgoing. أنا بتذكر إنه قلنا طب تيجي بمعنى اجتماعي هي طبعا بتيجي أو اجتماعي. طلعة أو يعني my sister is not very outgoing, she never goes to parties and doesn't like to meet people. فطوم عم تفهم، عفوا فاطمي، انا اسف لانه عندي طالبه بالصف التاسع اسمه فطوم، فعمت شويه تتغلبط معي الامور. لا فاطمي عم عادي تفهمي؟ بفهم اوكي تمام. now number five سديل. I'm gonna read it for you. Nobody is more لا احد اكثر than my little brother، من اخي الصغير. المعنى غير مكتمل طبعا، لانه بدنا نشوف المعنى الثاني. He never picks up anything and throws all his belongings around. يعني هو بابي he doesn't picks up anything، ما بينظف شيء، ما بيقيم شيء من الارض، هو بيرمي كل شيء. هيك بيرمي كل شيء ل فشو هي الكلمة المناسبة او الوصف المناسب لشخص بيرمي اغراضه هون وهون؟ جاوب استاذ ولا بتجاوب صديق؟ مش اذا سديل عنده مشكلة. سديل عم تسمعيني؟ اوكي ممكن تجاوب لما سديل او كيرلز. كيرلس، يس غير مبالي. فحسب معنى الجملة هي طلعت كيرلس. طبعا لازم تحفظوا الكلمات الموجودة فوق، بتفيدكم كتير للموضوع هذا. طيب فاطمة حاولي معي، شو رأيك؟ طيب تمام. حاولي هي. طيب اوكي انا احترجم لك الجمله طبعا. دان اند باني، دان اند باني اسماء اشخاص، دان وباني are very هم جدا ماذا؟ في عندك فراغ. When they cross the street، عندما يقطعون الشارع. They are afraid of being hit by passing cars. هم يخافون من ان يتعرضوا للاصطدام من قبل السيارات الماره.
اوكي they are afraid of being hit من ان يضربوا من السيارات المارة او ال اوكي so تمام very what careful careful او cautious. هي الكلمة اللي حاطط لك اياها هي cautious. careful بتصير على فكرة، فالكلمة اللي حاطينها هي cautious ليوصف شخص حذر، ف cautious. تمام Okay, now I'm gonna move to Sadil. Can you hear me? Okay, good. Now number seven, do it because it's like small. That's what I think. Okay, this is in the French for the same case. He's so polite. Polite, he always wants to be the best in class. Do you understand the meaning, Sadil? Ah, Sadil or me? لا Sadil? سديد. Ah, Sadil, شبك شي Sadil. Are you okay? Sadil. Okay, Sadil شكله عنده مشكلة بالمايك. Okay, now. لحتى ترجع سديل we are waiting for you. Number seven. Okay. Now he is so ماذا؟ He is so he ambitious. ambitious. Exactly ambitious. هو طموح. ambitious Ambitious. ambitious Ambitious. لك ما نعملش بلي هاي ز ز ز. ambitious Yes. Ambitious. Yep. Ambitious. Okay. Now am ambitious يعني طموح. Okay. Because he wants to be the best in class. Okay. سديل انت معي؟ شبك شي؟ Are you okay? Hello. Okay. حاليا هلا لبين ما رجعت سديل نحن ننتقل للجمل البائعة. حدا عنده اي سؤال عنهم؟ فاطمة؟ عندك؟ تمام اوكي يزن. لا ما في سؤال اوكي ننتقل هلا على نمبر 8. اوكي نعم طبعا الكلمات لازم تكون هنا عندكم تمام، فنحن الكلمات لازم تاخذوا لها سكرين شوت على الموبايل او اي شيء ممكن حتى نحن نقدر نعرف معنى 8. طيب نمبر 8 I will read it. Nothing seems to make grandfather sad. لا شيء يبدو أن يجعل جدي حزين. حزين. He is such a person and smiles all the time. يعني ما في شيء بزعل جدي لأنه هو دائما شخص بيضحك أو بيبتسم طول الوقت. فلوصف شخص بيبتسم وضحوك، شو هي الوصف، أداة الوصف ممكن نستخدمها بهالجملة هاي أو نمبر 8؟ حسب طبعا ال cheerful cheerful. Cheerful. cheerful Cheerful يعني مبهج. Cheerful. cheerful شخص cheerful يعني دائما بيبتسم. Okay. So nothing seems to make my grandfather sad. He is such a cheerful person. Okay. Now let's move to number 9. سديل. No. سديل. بعرف سمعتيني سديل. اوكي ننتقل هلا لسفان، ان شاء الله تكون سديل ما في مش بهالشيء. ننتقل لفطوم. فطوم سوري فاطمه، ام سو سوري. تمام ما في مشكلة هي المشكله عندي طالبه اسمها فطوم، فكل يوم بعيط لها فطوم، فام سو سوري. ما في باي ذا واي مشكلة ماي نيك نيم از لايك يور نيم، سو اني واي ماي سير نيم. اوكي ناو نيفين عم تسمعيني؟ في حال عم تسمعوني تمام، اكتبوا على الشات لو حتى بدكم تحكوا فهي شيء عادي، يكون عندكم مشاكل بالمايك. جاك از نوت، هون عندنا نمبر 9. طبعا بعد ما حلينا كل الكلمات الموجوده هون حسب الى علاقه بمعاني الكلمات، جاك از نوت enough to be a basketball player. He is only 6.1. Okay, now I think this one is easy لانه he can't be a basketball player. يعني هو ما بيستطيع. Okay, who can do it? Number ما 9. Okay, go ahead. I can. Tall person.
Yes. Jack isn't tall enough to be a basketball player. He is only 6.1. مع انه هو الطول طويل شوي، بس منه طويل كفاية انه يكون لاعب باسكتبول. انا ما فهمت القياس بصراحة، بس هذا يعني فهمت انه 6.1 point feet. هذا 6.1 point feet. هذا بالامريكي 6.1 point feet بيختلف. طوله بالمترو 77 متر 80، بس بشكل عام منه طويل كفاية. المترو 80 منه طويل كفاية ليلعب باسكتبول، لازم يكون اطول من 180. ده يكون 120 وفوق بظن. تماما تماما. Okay, now let's move to number 10. وإن شاء الله سديل أو نيفين عم يسمعوني. Okay. Now I want from somebody to do number 10. لأعطي الفرصة لبعض الطلاب فاطمة وسديل ونيفين طبعا يحلوا number 10. طبعا عندكم هلأ number 10 وعندكم الكلمات الموجودة فوق. طبعا إحنا ترجمنا الكلمات هي بالدرس السابق. Number 10. We taught our children to be and always say please and thank you. Okay, again, we taught our children. علمنا أولادنا أن يكونوا and always say please and thank you. ودائما يقولون من فضلك وشكرا. ما هي الصفة المناسبة؟ What's the suitable adjective for this sentence? ما هي الصفة المناسبة لهذه الجملة؟ طبعا اللي بيحب يكتب الإجابة أو يقولها. أستاذ فاطمة go ahead. بوليت Polite, very good, بوليت very good, thank you very much. So for أستاذ، number بس ممكن أقول لها الكلمة تشوف لي لفظة صح أو لا؟ شو هي what is it Polite polite صح، لفظة Polite ما... أنت عم Polite تحفظ أنت polite. Polite. Okay, very good. Polite. Polite means مهذب. Polite. Polite. Okay. Thank you very much, Fatima. Now let's move to number 11. Nivin or Sadil. Okay. Now, please, I want you to understand the sentence. Her classmates, رفاقها في الصف, think, يعتقدون, she's an girl. هي girl, فتاة. But she herself thinks she is something special. هي تعتقد نفسها، تعتقد بنفسها بأنها شيء خاص أو شيء special، مهم. Okay, now, what is the right adjective? ما هي الصفة المناسبة لهذه الفتاة؟ Number 11. طبعا أنا أعطيتكم شوية خيارات هون، اختاروا حسب معنى الجملة. Okay, عندنا special. Her classmate ممكن thinks. جاوي Okay, go ahead. Yeah, sure. ordinary. Ordinary. Very good. Thank you very much, يزن. Ordinary يعني شخص عادي. يعني رفقاتها بيفكروا إن هي شخص عادي، بس هي بتظن إنه هي شخص مهم أو special، مميز. Okay. Thank you very much, يزن. ما بعرف إذا نيفين عم تسمعني أو سديل عم يسمعوني. فاطمة أنت معي بعرف. Okay, now let's move to number 12. Okay, who wants to read number 12? Who wants to read number 12? أنا خايف أقول لك أنا. بعرف. I know it's one man show. I'm so sorry to say this. فاطمة and يزن. I'm so sorry. Anyway. على كل حال، يعني حتى لو انت بدك تقول يعني بشكل عام هاي تفضل، او فاطمة، ما بيختلف في الموضوع. Yes, go ahead يا زلمة. Okay, my uncle likes to to tell jokes and tell often tell jokes and Entertain. entertain. كل شيء بدي بتاع او ان لايتشن ما No, لا يصدق there is no chin. Entertain. entertain. اوكي entertain people he is very ثواني ممكن نرجع بس شوي على الكلمات لفوق Yes, okay. He is very what? بس بعرف الكلمة بس عشان
amazing. amusing amusing Amusing. amusing yes amusing غير amazing. yeah it is Amusing. amusing ممتع حتى okay أنا كاتبه غلط. amusing thank you very much it's very amusing thank you very much يزن now let's move to number 13 نتالي طالب تاني إذا عم يسمعوني باقي الطلاب فممكن حد يقرأ لي number 13 أستاذ yeah sure go ahead نيفين أنا واحدة بس. number 13 number Okay. 13 You can never go out and have fun with him. He never هاي الكلمة laughs 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 and see all time all the time serious. very good thank you very much serious what's the meaning of serious Naveen يعني جدي very good very good so he never laughs and he's so serious بس thank you yep سؤال بتمنى هلا انا في كلمة في كلمة بتمنى غير انا سيريس. تفضل يا زلمه اوكي عفوا no, go كمل go ahead كمل. no 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 go ahead هلا في كلمة غير سيريس فيها 3 أحرف صوتية ورا بعض. أول مرة لأنه أنا بشوف كلمة إنه فيها 3 أحرف صوتية ورا بعض. في dangerous في كتير كلمات بتبتدي بي او يو اس هلا بذكر لك انا خمس اكثر من 150 كلمه بتبتدي بي او يو اس لا هي فيها ثلاثة ورا بعض، 3 أحرف في صوتية. في 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 كتير اوكي بس يعني انه بشكل عام يس اوكي سو سيريس اي او يو في كلمات تنتهي ب هون الثلاثة ما التفظوا. سيريس انت كيف تلفظها طيب سيريس سيريس. الاول يو تلفظت بحرف واحد سيريس اوكي سيريس سيريس بمعنى جدي كمان ممكن تصير ار يو سيريس هي امتى بنقولها مين بيذكر لي هالكلمة أو ممكن سمعتوها بأفلام ما بعرف وقت اللي بيقول لحدا Are you serious؟ إذا أنت كنت بجدال مع حدا أو عم تحكي مع حدا والشخص عم يقول كلمة أو جملة وأنت قلت له Are you serious؟ كيف سمعان انا نترجمها؟ كيف نترجمها هون؟ أو ممكن تصير يعني استخدامها انه عن جد يعني برافو فيري جود عن تسمعها جد؟ مسخرة بس. نو ما هو مسخره طول الوقت ما هي ما انا مسخره انه ما طول الوقت مسخره يا زلمه ار يو سيريس ار يو سيريسلي كمان ممكن سيريسلي عن جد انا بعرفها كمان بتجي بمعنى يمكن خطير، قلت لنا المرة الماضية ما هي بتيجي خطير معنى خطير سيريسلي يعني عن جد فا ار يو سيريس اور سيريسلي بتفيد كثير اذا انت عم تحكي مع شخص والشخص طبعا انت عم تحكي معه وعم تقول له انت عم تحكي عن جد ولا عن جد هالحكي فكتير هلا بتفيدكم سيريسلي هالكلمه ما بتجي بمعنى مسخرة، بس ار يو سيريس اغلب الاحيان بتجي انه بمعنى مسخرة. حسب الكونتكست حسب السياق حسب السياق اوكي اوكي فاينالي ان شاء الله تكون سديل عم تسمعني سديل اوكي الغائب الحاضر سديل او اي هوب يور اوكي كأنه هي عندها مشكلة بالمايك. اظن عندها مشكله المايك فاطمه ناو ام غانا ريد فور يو نمبر 14 ريدي she has two خلاص cars she has two cars okay a large house and always wears the most expensive clothes she seems to be very what okay she has two cars a large house and always wears the most expensive clothes يعني هي عندها سيارتين وبيت كبير ودائما هي بتلبس اغلى الثياب she seems to be تبدو بانها very what ممكن بس sure ترجع Sure, okay. She seems very what? والكي Wealthy, very good. Wealthy دي فاحشة الثراء. مثل ما قلنا wealthy. I'm gonna write it down. أستاذ Very good. Go ahead. بس a large house أنا أول مرة بسمع بيقولوا big house أو ما هي large big كبير و large يعني أكبر من big. Okay, now let's move to our new lesson. Okay, here. Okay, go ahead. Sorry. Here. طبعا مشان كل الطلاب يعرفوا بكره عندنا ان شاء الله عندنا مذاكره يعني كويز ما هو امتحان هو كويز بشهادات نحن اخذناها لحتى اعرف اذا في انتم فهمانين القواعد ولا لا. Okay, now رح نرجع لي
كلمات تانية سوري أو كتير، أنا ما كنتش موجودة، بس أنا كنت برا وبالطريق مروحة، أنا حاليا في البيت. آه ولي أوكي welcome back now let's move to here. طيب شو كان آخر زمن حكينا عنه؟ مين بتذكر لي؟ ال past simple، No. آخر زمن أخذناه ال past simple. ال past continue. كان past continuous. Thank you very much, Nivin. And أنا كنت I think yes. Maybe. No. You left. أنا ما كنت، Yeah, أقول أنا ما كنت. you left because I remember. Okay. Now. Now let's move to hear the lesson. طبعا رح اعمل مراجعه شوي لزمن الماضي المستمر. طبعا الماضي المستمر ما رح يكون بالبكره، يعني انا ما رح احطه بالكويز تبع بكره لانه السنه عم ناخذه، السنه خلصنا من اعطائه. طبعا احنا اهم شيء احنا عرفنا الفرق بين الزمنين. لانه احنا عم نقارن بين زمنين هون، اللي هو الماضي البسيط والماضي المستمر. الماضي المستمر انت عم تحكي عن توصفي. طبعا لحون احيانا بدي استخدم الفتاة للوصف لانه عندنا هون الثلاث فتيات، فما حلو ان احنا نذكر الشباب. هون عندنا الباست كونتينوس هو بيوصف انت شو عم تعملي بهذا الوقت، مثلا اذا انت عم تحكي بالماضي. فهمت كيف؟ مثلا فور اكزامبل دان واز كوكينج دينر، وقت لنا هون بهالجمله هاي دان عم يطبخ العشاء او يحضر العشاء. هون هو كان in middle of cooking dinner، كان في منتصف عملية تحضير العشاء وهو ما خلص لسه، يعني التركيز هو على العملية وليس أنه هو بيخلص الحدث. بس وقت اللي انتقلنا طبعا هذه كان ماضي مستمر was زائد verb ing. وقت انتقلنا للفعل verb to بس لحاله اللي هو بالجملة هاي Dan cooked dinner بالsimple past، التركيز هون انه هو بلش وخلص، يعني هو التركيز على انتهاء الحدث ما على عملية الحدث. اوكي طبعا نحن حكينا كمان كلمات اللي هو المثال الثاني صح؟ هي yes اوكي خلاص exactly كوبي. exactly very good now I want more people to not cook it. كأنك نسيتي الموضوع هلا ملخص. ضايق شوي. هلا ال past continuous اللي هي Dan was cooking dinner، انه هو كان، انه هو هلا هو عم يحكي في منتصف الامر اللي عم هل عم الفعل اللي عم تماما يحدث صح؟ تماما تماما يس اوكي يس يعني هو ما خلص يعني بس هو بالماضي، بس كان لسه عم يعمل هو في عملية تحضير العشاء. اوكي فور ضايق اكزامبل شوي، يعني هو الإشي صار وخلص، بس هو عم يحكي عن إنه خلال هذا الإشي لما كان عم يصير صار حدث كذا كذا. تماما very good for example أوكي yesterday between 12 o'clock and 2 o'clock I was watching a movie. اللي بين الساعة أوكي 12 و2 كان عم أحضر فيلم. أوكي فهمت عليك. التركيز على مشاهدة الفيلم. بس إذا قلت لك بهالجملة أوكي هاي yesterday I watched a movie. لا إشي خلص، حد راح أكيد أنا خلصت الفيلم، past حضرت simple، حضرت exactly حضرته وخلص مشي past الحال. simple. أوكي رح أطلب هلا من نيفين تقرا لي هالجمل هون، طبعا مشان احنا نشرحهم لاحقا. فطبعا أنا علمتهم هون مشان يكون كل الأمور واضحة إليك نيفين، فتفضلي إذا عم تسمعني طبعا. Yes. Dan burned his hands while he was cooking dinner. I saw Jim in the park. He was sitting on the grass and reading a book. It was raining when I got up. While I was working in the garden, I hurt my back. Very good, very good. طبعا لاحظوا هون عندنا حدثين عم يصير، تمام؟ ولحتى اشرح الموضوع اكثر خلينا نقرا اكثر لخلي كل الطلاب يقروا. فبدي كمان من فاطمه please can you read the sentences؟ تمام استاذ. Dan burned not his burned hand. not burned. تذكروا قاعدة الاي دي يا شباب بلص الاي دي، اذا كان في Burned. حرف اذا كان الفعل منتهي ب دي او تي لفظوها اي دي، مثل for example visited. visit اخرتها تي صح؟ فانت لفظتي الفيزيت visited بس البيرن ما اخرتها تي او دي، بدك تلفظيها يا فاطمه دي وحده مثل burned ما burned. اوكي تذكري هالقاعده هيك فرجعي لك.
Dan burned. تمام تمام يعني نط Yeah, sure, yeah, go ahead. his hand with he While. was while he was cooking dinner. I saw Jim in the bar. He was sitting on the grass and reading a book. It was Raining. raining when I got up. While I was working in the Garden, while I working hurt my back. I hurt my back. لا Okay. لا بقي ممكن تعيد نطق in لا the هلا while العشر فهمت سؤالك جاعدي in the garden هيك بتنطقني yeah in the garden تمام in the garden I heard my back. very good thank you very much Fatima okay finally Yazan go ahead okay Dan burned his hand while he was cooking dinner. I saw Jim in the park. He was Sitting, sitting. sitting on the grass and reading a book. It was raining, Raining. raining when I got up. While I was working in the garden, I hurt my back. Thank you very much. Thank you, Nivin. تعرفوا ليش؟ لانه يعني دائما هي I'm so sorry as and you have to do this. When I'm explaining something, write to me, يعني اكتب لي على الشات, I have a question for you, teacher. Do you understand? Yes, and hello. صوتك قطش ما فهمت عليك. اوكي يزن هلا نيفين عملت شغله حلوه انه بس نحن انتهينا القراءه مثلا عطت انه تحكي السؤال فانا هلا خطرت لي فكره انه وقت انا عم اشرح شغله مثلا حدا عنده سؤال يكتب لي على الشات انه تيتشر اي هاف ا كويستشن لحتى انا اكون محضر حالي. اوكي سو اوكي اوكي جو اهيد نيفين. استاذ، انا بس عندي سؤال على النقطه اللي عند دان واز كوكينج دينر. هلا الاي ان جي هو شيء مستمر، يعني شيء عم يصير بالوقت الحالي من خلال القواعد اللي نحن تماما درسناهم قبل. تماما تماما والواز هي بالماضي. هلا انا بدي اعرف انه الواز كوكينج يعني هو عم يطبخ، هو خلص من الطبخ ولا هو انه عم يعني هي واز كوكينج يعني هو عم يساوي الطبخ لساته. لا هشرح لك اياها مثلا انه لا هي التركيز على العمليه انه هو شو كان عم يعمل امبارح مثلا على سبيل المثال يعني ها اوكي، يعني انه التركيز على معنى العمليه نحن عم نحكي عن شخص، يعني عم ايه نحكي تماما عنه مثلا لداني، تماما فبنقول انه هو كان عم يطبخ انه تماما بهالمعنى. لا اوصف لك اوكي. اياها بمثال اخر انت كنتي ماشيه بالشارع انا بحكيها هلا بالعربي انت بتفهميها نحن كعرب لانه نحن بنقول طب انا كنت ماشيه بالشارع انا كنت ماشيه بالشارع ففي عمليه مشي ما هيك صح. شفت جارتي او شفت رفيقتي صح؟ طيب صح. عملية المشي كانت بأي زمن مستمر ولا بسيط؟ برأيك؟ مستمر. برافو، طيب وقت اللي شفتي رفيقتك بسيط ولا مستمر؟ انت بسيط. برافو، شفتك انت فهمتي على فكرة الموضوع، بس رح اعطي ما فهمت، وصلت. بس رح اعطي هلا امثله اكثر، اوكي؟ الكل معي سديل فاطمه سوري يزن الكل معي الكل عم يسمعني الو أنا معك، اوكي أنا سديل سامعك وناصح. سديل اوكي هذا الدرس كثير مهم للكل ليش لانه والله بتفيد كثير بمواضيع الماضي المستمر كثير لاحظوا اكثر زمنين او اكثر ازمنه بالافلام بتشوفوها كثير مثلا طبعا هي الاربعه الازمنه الاساسيه بالاختصار لكمان اي حتى في استمرارية طبعا يا يزن طبعا هات نشرح عن present past continuous درسنا اليوم هو past continuous past continuous هو الماضي المستمر
طبعا احنا عرفنا شكله اللي هو was plus were plus verb ing، اللي هو هذا شكله verb ing. طبعا ركزوا، ال was وال were بتيجي مع عدد الضمائر، ال was مع المفرد وال were مع الجمع ال were. اوكي بس ركزوا، درسنا اليوم رح يكون عن ال while وال when. تمام، شايفين هالاخوه هون، while يعني بينما، وين يعني عندما، وهدوني توم توأم بيجوا مع زمن الماضي المستمر. عفوا الماضي المستمر، ايه ركزوا عليهم كتير كتير لانه لازم نحن نشرح عليهم هلا، ورح تفيدك رح يفيدونا كتير بزمن الماضي المستمر. اول شيء رح نبلش ب while. while بتحب كتير، while بتحب كتير past continuous. تمام، هيك سبحان الله بتحبها و تحب تيجي معها، فهمتوا كيف؟ اما الوين قالت لا، انا بدي يكون، انا بدي يكون مع الباست سمبل. تمام، اوكي، وحده حابه تروح مع الماضي المستمر اللي هي الوايل بينما، اما الوين اللي هي عندما حابه تكون مع الباست سمبل اللي هي الماضي البسيط. طبعا للتذكير، الماضي البسيط هو بيتعامل مع الفيرب تو، والباست كونتينيوس بيتعامل مع الواز وير بلس اي ام جي. طبعا انا عم عيد مشان الكل ما يحاول انه يلخبط. اوكي فاطمه، اوكي معلش معلش تعيد لو سمحت. سديل سربرايز. اوكي اي واز اوكي. اليوم عندنا ماضي مستمر. تمام، لحتى تمام. نركز على الماضي المستمر عندنا كلمتين، تمام، اللي هن الوايل والوين. الوايل تمام بينما والوين عندما، هنون تمام اشارات بتيجي مع الماضي المستمر، ولكن الوايل بتحب كتير، بس للتركيز، الوايل بتحب كتير الباست كونتينيوس، تيجي معه كتير. اما الوين بتحب تيجي مع الباست سمبل. لاحظوا لحتى انا اكون اوضح اكثر من هيك، الوايل بتحب تيجي، بحب يجي بعدها باست كونتينيوس. تمام، والوين تمام بتحب يجي بعدها الماضي البسيط. اوكي طبعا راح اشرح اكثر كيف صار هيك. طيب المثال الاول، طبعا ركزوا هون، رح نبلش بمثال له علاقة بوايل. while I was sleeping، تمام، while I was sleeping لازم تحطوا فاصلة بعد الجملة هاي، بينما كنت نائما I heard a noise، I heard a noise، بينما كنت نائما سمعت سمعت ضجة. أصوات سمعت noising. ضجة، نويز، أوكي نويز نويز، هي ضجة، سمعت ضجة في الأمراء. سمعت voice. أوكي أوكي فلاحظوا هون الجملة متكونة من شقين، صح؟ الشق الأول هو while والشق الثاني هو noise. لاحظوا الفعل، عندنا فعلين اللي هو sleep، النوم، وفعل السمع heard. إنه أنا سمعت heard. شو الفرق بيناتهم؟ طبعا الفرق هو باستخدام الزمن. طبعا بينما كنت نائما، لاحظي بينما بتشرح على العملية اللي انت كنت عم تعمليها، شو ما كانت العملية، انت كنت عم تتسوقي، نايمة، عم تاكلي، عم تلعبي فيديو جيمز، قاعدي مع قاعدي انت وماما مثلا، قاعدي انت ورفيقتك، شو ما كان الحدث او شو ما كان الفعل، لازم يكون بالماضي المستمر. الحدث الثاني اللي قطع الحدث الاول، تمام، اللي قطعه او اللي فهمت كيف، انه مثل انه فاجئه، او ممكن تكون انه تعدى عليه. تمام، انا نايم بامان الله واسمع الضجي. صح، يعني فهمت كيف، يعني هذا تعدى الفعل على عمليه نومك. تمام، فا اوكي فهمت النقطه هاي. فالعمليه او الحدث اللي قطع عمليه النوم هو لازم يكون بالماضي البسيط. تمام، شفتوا كيف؟ اوكي اوكي دقيقة اكتبها عندي بصير. اكيد طبعا طبعا مفهومي هلا القاعده، يعني فهمت شو الكلام اللي حكيته هلا. بس مفهوم، عيد اخر اشي لازم اعمل حكيته. جمله مثل هذا. يعني العمل او الحدث الذي يقطع، الحدث اللي قطع عمليه الاستمراريه بالماضي، اللي قطعه او اللي دخل عليه، بيكون بالماضي البسيط. طبعا رح اطرح امثله اخرى، تمام، كمان نفس الترتيب. while I was studying، بينما كنت أدرس، فاصلة، my mother told me. طبعا مين بيترجم لي هالجملة؟ إذا ترجمتوها ممكن توضح أكثر، فمين بيحب يترجم هالجملة؟ أنا go ahead سديد، yeah.
سوري فاطمة. فاطمة go لا ahead. لا عادي عادي سبيل. لا عادي سبيل أحكي. إنه عندما كنت أدرس اتصلت بي أمي، حبيت برافو، أحكي أو لها نادتني، بالفصحى. نادتني أمي، called me، called me، نادتني أمي. نادتني. طيب عملية الدراسة كانت بالمستمر صح، والحدث اللي قطع أها عملية الدراسة هو نداء أمي. ماضي بسيط. تماما، فهمتوا كيف؟ طبعا مثل ما قلت لكم، الماضي البسيط تداخله مع الماضي المستمر، تمام، انه الماضي البسيط قطع حدث الماضي المستمر، يعني هاد قطعه لحدث هاد، تمام، وقت الامي نادتني، وحتى وقت سمع الضجه قطع عمليه الدراسه. اوكي، طبعا طبعا لاحظت كمان جمله اخيره، تمام، مشان توضح قصه اكثر. اوكي، while it was raining، مين رح ترجم لي هالجملة كمان؟ نيفين، إذا بتحبي ترجميها ترجميها. عم تسمعيني نيفين؟ أو ايه بسمعك، أوكي بس جوان، يعني بس بعرف اول شق، الشق الثاني ما فهمته يعني. حاولي تتنبئي، تنبئي من الموضوع، يعني إنه تعملي جاس أو تخمين. يعني هي بينما كانت تمطر. أنا شفت شو؟ لايتنج ضوء يعني إيش؟ مطر. شو هو الضوء؟ شو هو الضوء اللي بتشوفيه بالسماء إذا كانت عم تشتي؟ السماء، البرق، البرق. البرق، اوكي أها، ما الرعد، ثاندر. أنت بتشوف، صوت، أنت طبعا أنت بتشوفي البرق بس ما بتسمعي بتشوف الضوء وبعدين تماما، بتسمع الصوت. لأنه الفعل هو صا، أنا رأيته، تمام. فلاحظوا كمان الحدث، حدثين، عندنا حدثين، حدث كان ماشي، تمام، عم يصير، وحدث الثاني قطعه، تمام، قطع الحدث هاد. فلحتى كمان اوضح قصه اكثر، while it was raining، بينما كانت تمطر، I saw a lightning. عمليه مشاهده انه انت شفتي اللايتنينج، البرق، هي كانت وقت العمى، وقت كانت عم تشتي، تمام. طبعا راح اعطي قصه مثال لفاطمه ويزن مشان الكل يكون مشارك، والكل كل شيء يكون واضح. اوكي أستاذ بس عفوا، تفضلي. هلا يعني بناء على الجمل اللي كتبتها، بالنسبة ل while يعني ما بينفع نقول يعني هي بس لل يعني لل past continuous، لأن هي بكل الأحوال بتتشارك مع ال past simple، يعني كل الأحوال بتدخل فيها، يعني ما بينفع وايل إلا ومعها الباست سمبل. أوكي. أتوقع لأنه هاي قاعدة، صح؟ القواعد ثابتة، يعني ما ثواني لحتى بينفع افهم الوش. افهم الوش السؤال. هنا أخذ دلالة يعني. انا بس افهم السؤال فاطمه، انا هون مشكلتي. اوكي، يعني ما بينفع إن نخصص بس نحكي إن الوايل للباست كونتينيوس، يعني لأن هي بكل الأحوال الواي ما بتنفع إلا معاها كمان الباست سمبل. ما انا قلت باول الكلام انه الوايل بتحب يجي بعدها باست كونتينيوس، إيه تمام. فهي اول وحده. فش كان اعتراض؟ لا ما فهمتني أستاذ. يعني بقصد إن الواي ما بينفع إنها تحكي بس بتكون مع الباست كونتينيوس، لأن هي بكل الأحوال بيجي كمان بالجملة، ما بتكتمل إلا كمان بالباست سمبل. بعد صح، ما هو الموضوع التركيز على حدثين يا فاطمة، فهمتي كيف؟ يعني لكن مثلا على سبيل المثال، طيب هات لأسألك سؤال، هات لأسألك سؤال، في حال إيه؟ أنا، في حال مشان أنا أوضح لك إياها، تمام؟ طيب أنا إذا لا سمحت، هي بهالجملة هي أنا شلت هالجملة هي، هل المعنى مكتمل؟ لا مو مكتمل، ما مشان هيك أنا حكيت يعني. تماما، ما هون الموضوع انه ما هي مجموعه مع الباست سمبل، فانا هون كان الدرس، انا هون الدرس وقت قلت لك الباست كونتينيوس، هون عندك الوايل والوين، اثنيناتهم مرتبطين بالباست سمبل. ايه تمام، يعني الوين ما كتبتها بالجملة ما العامة. انا جاي على الوين هلا بعد شوي، انا تمام. بلشت بالوايل. انا يعني أنا اللي بقصده ان
ويل يعني لما تحكي بالجملة مثلا ما بينفع الجملة مثلا تنتهي يعني من دون باقيها اللي هي الباست سمبل، يعني ما بينفع أصلا بالقانون نحكي إن لهاي تجي بس مع الباست كونتينيوس، يعني المفروض إن نحكي إنها بتجي مع الباست كونتينيوس والباست سمبل، هيك المفروض يعني. فهمت الفكرة؟ انا طب أنا اسف، فهمان انا عليها، ممكن أحكي؟ يا سن ايه، يا ريت والله، يا ريت يا سن. ما مخلوني من الاول اعملكم انا فهمان عليها. اوكي هي قصدها انه الكلمتين هذول خلص دلالات على الازمنه، ولا فينا نستخدم الوايل بالماضي البسيط والوين بالماضي المستمر، هذا قصدها. لا يا لا، جماعه هي قاعدة ثابتة، هي قاعدة لا، حتى ثابتة. نشوف. هلا ثواني ثواني، اللي حكاها يا سن صح فاطمه ولا لا؟ لا مو صح، أنا اللي بقصد أحا. إن أنا فهمت عليها. هلا يعني منجرب سديد بعد شوي، خلينا كمان تمام فاطمة كمان بس شوي. بحكي، تفضلي تفضلي، أكيد. يعني بقصد يعني أنا ما بدي أدخل بقواعد الإنجليزي بخربطة على كيفي، بس الوايل ما بتنفع إن نحكي بس إنها مع يعني في القانون لما تجي يعني تشرح، العفو ما بينفع تحكي القاعدة إنها بس تجي مع الباست كونتينيوس، يعني هي نحكي إنها بتجي مع الباست كونتينيوس ما هي تيجي مع الباست وحصرا كونتينوس. كمان مع الباست سمبل. حتى حصرا، يعني انت ما فيك تقوليها حتى بالحاضر البسيط او المستمر، while I am. لا ممكن تقوليها، ممكن طبعا تقوليها بالاوكس. اي والله، الى فقدي والله. الله تقبلني مش ممكن. فاطمه، ماشي انت لذيذه بطريقه انه انت نادره. فاطمه انت نادره بدرجه ما طبيعيه. انت على فكره، على فكرة فاطمة ليش مميزة؟ لأنه أنا آسف، يمكن ما تهديها فاطمة، ما تهديها كإنسلت أو إهاني، لا لا، أنت مثل الطفل الصغير تسألي بطريقة بريئة، يعني سؤالة رهيب. صحيح أنا ما فهمانه، بس هو السؤال صح، هي عم تسأل طريقة صح، هو بس بس الطريقة اللي عم توصل إياها ما عم بفهمها. وصل علي فيني أكيد، ما بعرف. يعني لا لا العفو، بس يعني أقصد القاعدة بحد ذاتها ما بينفع يعني. لكي فاطمه بقول لك شغله، مثلا لحتى بس على سبيل المثال توضح معك الحياه وتمشي هيك معك بسلاسه، انت ركزي على القاعده وكثر خير الله. يعني اذا ركزتي على القاعده وفهمتيها منيح كثير، باقي الامور شغلات ثانيه ما تفكري فيها، فكري بس بهي انه خلاص انا شو اخذت اليوم. الاستاذ قال لي اذا انا تمام كنت اعمل شيء وقطع شيء ثاني بصنم هيك، بس انا من ممكن، الوايل هيك. تمام بس أنا راح أخذ ببالي إن والله، وانا الوايل إن الوايل بتجي مع الاثنين، يعني أنا هذه اللي راح أخذها ببالي، لأن هي هيك أصلا ما بنفع نحط هي الوايل بتيجي، من دون. هي بتيجي مع الاثنين، بس ركزي مثل ما قلت لك، الوايل بعد الوايل لازم يجي ماضي مستمر. تمام، إيه هاي تمام، القاعدة. بعدها الماضي البسيط. تماما، تمام الحدث اللي قطعه، الحدث اللي قطعه. تمام، اوكي، راح اعطيكي مثال ثاني يا فاطمة. while فاطمة، اوكي خلينا نبلش فيكي. اوكي، while فاطمة was trying to answer to ask a question I understood nothing. Do you understand? هلا صار. While Fatima was trying to ask a question، بينما فاطمة كانت تحاول أن تسأل سؤالا، أنا فهمت، لا أنا لا أفهم شيء. I هلا نحن understood not nothing. understand، مو فاطمة. بعرف بعرف، بس انا مش ليش حطيت هالمثال، مشان تفهموا اكثر انه هذا هلا شو صار، او هلا شو كان عم يصير. اوكي، فالحدثين صار طبعا. هون عندنا حدثين طبعا، فهمتي فاطمه؟ كمان اعطي جمله اخيره. طيب ممكن حدا يعطيني جمله من عنده، بما انكم انتم فهمتوا انا تقريبا. تفضل يا زلمه. while I was playing I was smoking a cigarette. ما بتصير يا ليه؟ معقول انت عم تدخن وعم تلعب نفس الوقت؟ Playing games. اوكي
لا هوني هون، لا ثواني. ما هلا القاعده عم تقول حدث حدث قطع الحدث الثاني، نحن تركيزنا على ماضي مستمر، ماضي بسيط، تمام؟ نحن بنحكي على هالموضوع ثاني بعدين ان شاء الله او بدرس قادم. خلي التركيز على الحدث اللي قطع الحدث الاول، تمام؟ فهمت كيف؟ اوكي. اوكي. طبعا هلا يزن انت اخذت فرصتك، بدي نيفين او ستيل او حتى فاطمه يكونوا جمله من عندهم عن حدثين، حدث كان ماشي وحدث الثاني قطعه، فممكن انتم تفكروا باي جمله، فخذوا وقتكم. حتى يزن انت كمان يعني. While I'm going work. While I was going to work. While I'm going to work. The train stopped. Very good. بينما كنت ذاهبا للعمل القطار توقف. برافو. سديل عملت جملة حلوة. Easy. اوكي. ايزي. فاطمة ادني فين. هيك فكروا بجملة، فكري فاطمة أنت كمان. فاطمة يو نو. تمام اوكي. عادي. اي شور. While I was studying, Studying. I fell asleep. Oh, good. Perfect. Thank you. الله Perfect. فاطمة أنت Yeah. حياتك. والله حلوة. بل كانت درس نامت راحت. I fell asleep. زبطت معي. Okay, thank you very much, Fatima. I'm happy now. Okay, finally, Nivin. If you have fun. Okay. While I was playing, I found the coins. Ah, very good. While I was what? Coins. I Coins. know. While I was what? Can you repeat? While I was. Okay. While I was playing, I found I found an acquaintance. بس مو هيك. هي مو بالاف. Yeah, but FOU. I found. I Found, yes. found. Oh, sorry. I I would have found. found. Found what? You found what? I يعني found لقيت. a necklace. Okay. عقد جولد. والله منيح. والله مش يا ريت والله يصير معنا. انا ضل بمشي بس صار لي ماشي باسطنبول 6 سنين ما لقيت شيء. أستاذ أنا عندي جملة ممكن تفليها إذا صار. Yeah, sure. While I was shopping, I lost my money. Oh yeah, very good. I lost my money. Very good. Thank you very much. So I think you understand now why. You know, understand. هلا كيف استخدمت while بهالجملة هاي؟ طبعا نحن هسه ما بلشنا بالوين. الوين لبعدين. تمام؟ هلا ركزوا على هالجمل هاي كثير كثير مهمة. أوكي؟ فطبعا هذا الملف أنا عم أحفظه كل فترة وفترة طبعا بنهاية ال بنهاية ال أو بنهاية الأسبوع هبعت لكم هذا الملف لحتى يكون لكم مرجع إن شاء الله. طبعا عادي. في جملة ما بعرف إذا صح. شو هي عندك جملة؟ اوكي جو اهيد. While we were eating, the cat jumped at the table. اه نايس. I love it. I love it. While we were eating. While we were eating. أنا زيدك شوية The معلمين cat. اه أساتذة. نايس. Jumped. What? On the table. Very good. Yes. ما بينما بزبط at the table. No, on the table. لأنه table هو On the سطح. table. بناخذ أحرف الجر. إيه أحرف. نحن ناخذ أحرف الجر ما تخاف. We will take Okay. أحرف الجر إن شاء الله. Okay. Now that's it for today. هذا كان كل شيء اليوم درسنا اليوم. طبعا رح وقف التسجيل. Okay. وما Okay. تنسوا tomorrow you have a quiz.